أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحة ثم رجع إلى ذلك الذنب مرة أخرى، فهل تعتبر توبته الأولى صحيحة؟ وعلى ما يدل تكرر الذنب من العبد؟ توبته الأولى صحيحة إذا كان عازم أنه ما يعود، لكن غلبه الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرن السوء فوقع فيه مرة ثانية أو في غيره، لا يقنط من رحمة الله، يتوب، يكرر التوبة مرة ثانية، يكرر التوبة مرة ثانية. نعم.